مساء الخير مشاهدي العربية، وأهلا بكم إلى التاسعة مع ليال الاختيار، أستهلها بأبرز العناوين. المجلس العسكري أوكل للشرطة داخل النيجر مهمة اعتقال السفير الفرنسي. العربية بمحيط السفارة الفرنسية في نيامي، الجيش والشرطة على باب المقر، وسفير باريس يرفض الخروج تجنبا لاعتقاله. الاتحاد الأفريقي يعلق مشاركة الجابون كليا حتى إعادة النظام الدستوري، وأوروبا ترفض مقارنتها بالنيجر. ترامب يرد على اتهامه بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات في جورجيا، لست مذنبا وستأقدم بطعم. وفيما يبدو أنه تحد لفيسبوك، ماسك يعلن إضافة خاصية الاتصال الصوتي والمرئي عبر إكس. نبدأ التاسعة مشاهدين من النيجر، حيث جددت الحكومة الفرنسية اعتراضها على طلب المجلس العسكري مغادرة السفير الفرنسي للبلاد، وقالت إن من يقفون وراء انقلاب النيجر ليست لديهم سلطة لمطالبة السفير الفرنسي بالمغادرة. هذا وأعلن المجلس العسكري في النيجر في وقت سابق نزع الحصانة الدبلوماسية عن السفير الفرنسي وأسرته، وقال المجلس في بيان إن الشرطة ستقوم بإبعاد السفير الفرنسي. بدوره أوضح موفد العربية بأن سفير فرنسا يمكث في مكتبه مع عدد من أعضاء السفارة ويرفض المغادرة تجنبا لاعتقاله، فيما ينتظره الأمن والجيش والشرطة النيجيرية. في ظل حالة ترقب يعيشه الداخل في النيجر، صدر بيان المجلس العسكري الذي أكد سحب الحصانة الدبلوماسية من السفير سيفا إيتيا سفير الفرنسي في النيجر، حرمانه من كل امتيازاته. وكذلك المجلس العسكري أوكل للشرطة داخل النيجر مهمة اعتقال السفير الفرنسي. سيتم اعتقال السفير الفرنسي إذا ما خرج من هذا الباب، باب السفارة الفرنسية في النيجر، ولكن السفير الفرنسي لن يخرج من هنا، لأن أي خروج له طبعا سيعرضه للاعتقال. وفي المقابل القوات الأمنية في النيجر لن تتمكن من مداهمة السفارة لأنها نقطة سيادية فرنسية. الآن السفير يكثف اجتماعاته مع مستشاريه داخل السفارة، ونحن في انتظار أي رد فعل فرنسي على هذه القرارات الأخيرة من المجلس العسكري. ريم بوغمرة، مفادات العربية، من نيامي. محتجز في سفارة بلاده في النيجر بعدما ألغيت الحصانة وأمر المجلس العسكري الشرطة بطرده. من هو السفير الفرنسي في النيجر؟ فلنتعرف إليه. من نيامي مشاهدينا تنضم إلينا ريم بوغمرة، موفدة العربية. ريم، الصورة من محيط السفارة الفرنسية، الإجراءات الأمنية المشددة، وإذا سمحت يعني أن ننقل الكاميرا لنرى هنا. أمنية مشددة، وأنت تتحدثين صحيح ليال، وأنت تتحدثين الآن في هذه اللحظة هناك إجراءات أمنية استثنائية، نتابع قوات الشرطة الآن وقوات الدرك كذلك، هم يتحركون باتجاه الباب الأمامي للسفارة، ولكن منذ قليل هناك كذلك قوات الدرك، تلاحظ هنا قوات الدرك حاضرة من أمام السفارة، ونلاحظ على مستوى بوابة السفارة هناك دخول لعربة. ليال، أي عربة تكون في طريقها للدخول يتم توقيفها من قوات الأمن، درك، شرطة أو جيش كما لاحظنا منذ دقائق من الآن أو منذ لحظات.
يتم توقيفها، يتم التحقيق، يتم التفتيش، تفتيش شديد الدقة لما تحمله هذه السيارة. نحن نقف أمام هذه البوابة، كنتم معنا خلال لحظات يعني، ولكن هذا نحن شاهدناه على امتداد اليوم. على امتداد اليوم هناك تفتيش وهناك كذلك تحقيق مع كل السيارات الداخلة أو الخارجة من باب السفارة. السفير سيلفان إيتي لازال في الداخل مع عائلته، مع أعضاء من السفارة وكذلك مع مستشاريه. اليوم كانت هناك اجتماعات مكثفة كذلك جمعته ببعض المستشارين لاتخاذ قرار، القرار الفرنسي بعدم مغادرته. كان يعني تحدثت عنه طبعا قيادات من المجلس العسكري واعتبروا بأنه هذا تحدي عن مصادرنا، تواصلنا معهم واعتبروا بأنه هذا تحدي لقرارات المجلس العسكري. المجلس العسكري تحدثت منذ قليل في الأخبار عن أنه أصدر بيان، هذا البيان هو يسحب من خلاله الخصانة الدبلوماسية على سيلفان إيتي السفير الفرنسي في النيجر. ولكن ليس فقط هذا، لا نتحدث فقط على سحب الخصانة الدبلوماسية، نحن نتحدث عن تجريده من كل الحقوق التي تمكنه من البقاء داخل النيجر. نعم. بمعنى أنه هو يعتبر لا سائح ولا عامل عادي ولا طبعا دبلوماسي. أول خروج له من باب السفارة حيث نحن نتابع هنا سيعتبر تواجد غير شرعي له، مثل مهاجر غير شرعي. لن تكون له حقوق، وبالتالي قوات الأمن في داخل النيجر ستعتقله في اللحظات الأولى من خروجه. هو طبعا لن يخرج من باب السفارة لأنه طبعا يعرف هذا الموضوع، وفي المقابل كذلك هو يدرك بأنه القوات الأمنية لا يمكنها القيام بأي عمل فيه البعض من العنف، يعني مثلا مداهمة للسفارة لأنه هي نقطة سيادية. نتابع حركا أمنيا كبيرا في مدخل السفارة، نلاحظ أن هناك كذلك متابعة شديدة من الإعلام الفرنسي. اليوم هناك إعلام فرنسي حاضر بقوة أمام باب السفارة، هم يتابعون كل التفاصيل. يعني مثلا هؤلاء الخارجين المفروض أنه ستتوجه لهم القوات الأمنية لفهم من هم، للتحقيق معهم وكذلك لسؤالهم ما الذي يحملونه في شنطهم وما الذي كانوا يفعلونه ولماذا هم، كلها يعني تفاصيل وكلها في إطار التحقيق. يقول مراقبون ليال بأنه هذه التحقيقات هي نوع من الضغط على الجهة الفرنسية لترد الفعل. يدرك المجلس العسكري بحسب المراقبين وبحسب الملاحظين بأنه لا يمكنه أن يتعدى هذا. تلاحظين معي سيارات الجيش وهي تمر ليال، يدرك المجلس العسكري بأنه لا يمكنه أن يتعدى الحائط الموجود، الجدار الذي يحيط بالسفارة، وبالتالي أي شيء يمكن أن ينتج عن تجاوز لهذا الخط فهو سيعتبر انتهاكا للسيادة الفرنسية. ولهذا هناك مراقبين يتحدثون عن محاولة استفزاز الجهة الفرنسية بمثل هكذا يعني تفتيش وتحقيق يستمرون فيه منذ ساعات الصباح. شكرا لك مفادة العربية ريم بوغامرا، حدثنا من نيامي. الرد الفرنسي على الخطوة المحتملة بطرد سفير باريز من نيامي لم يتأخر، حيث قالت الحكومة الفرنسية التي قالت بأن المجلس الانقلابي بالنيجر لا يملك الحق والسلطة بمطالبة السفير الفرنسي بالمغادرة. الرئيس الفرنسي مشاهدينا إيمانويل ماكرون كان قد أكد قبل يومين بأن سفير بلادي لن يغادر النيجر، لبل حي شجاعة الدبلوماسيين الفرنسيين في نيامي الذين بحسب ماكرون أصدروا وأظهروا الالتزام والمسؤولية وفقا له فيما اعتبره المجلس العسكري في النيجر تحديا. فلنستمع. أحيي الزملاء الدبلوماسيين الفرنسيين في النيجر الذين يتابعوننا من مكان عملهم هناك. العمل الدبلوماسي يواجه عدة مخاطر، لقد أظهرتم أنكم على قدر كبير من المسؤولية كما كنتم في السنوات الأخيرة في أفغانستان وفي مناطق أخرى. أما فيما يخص مواقف الدول الإفريقية الأخرى التي شهدت انقلابات على الحكم والفرنسيين، حيث أعلنت حكومة العسكريين في بوركينا فاسو بإرسال قوات إلى جارتها النيجر، وزير دفاع بوركينا فاسو علق قائلا بأن أمن النيجر
النيجر من أمن بلاده، مضيفا بأن إرسال قوات إلى نيامي سيسمح بتعزيز مكافحة الإرهاب وفق قوله. ينضم إلينا مشاهدينا من الجزائر الدكتور سليمان أعراج أستاذ العلوم السياسية. أستاذ، في تصريحات للعربية استبعد المتحدث باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية بأن يكون لفرنسا أي دور عسكري في الوقت الحالي للنيجر، دعنا نستمع لما قالوا ونعود. أطلقت دول غرب أفريقيا منذ 26 يوليو مبادرة سياسية ودبلوماسية كي تنتهي هذه الأزمة في النيجر من خلال العودة إلى النظام الدستوري. تقدمت تلك الدول بفرضية التدخل العسكري. فرنسا تدعم بطبيعة الحال كل هذه الفرضيات. سمطروحا في الوقت الحالي أن تلعب فرنسا دورا عسكريا. دكتور، بعدما سمعنا ومع الأزمة الدبلوماسية بعد موقف المجلس العسكري من طرد السفير، هل يعني التدخل العسكري ما زال فكرة لن يعني تخطو بها الجانب الفرنسي؟ شكرا لك. أعتقد أنه فرضية أو التلويح بالتدخل العسكري كان مجرد ورقة ضغط اعتمدت في البداية من أجل ربما محاولة التأثير على توجهات أو خيارات المجلس العسكري في النيجر، لكن إصرار اليوم المجلس العسكري على ما ربما على قراراته وإضافة الدعم الشعبي الذي لاحظناه عبر وسائل الإعلام أيضا، كل هذه المسائل هي ما جعلت ربما كثير من النقاط تتغير خصوصا، ونلمس هذه المرونة وهذا التراجع في التصريح أو في الموقف الفرنسي خصوصا بعد رفض مالي، بوركينا فاسو وحتى الجزائر لاستعمال مجالها. أستاذ، اليوم وجود السفير الفرنسي في السفارة، خصوصا أننا نتحدث عن انقلاب عسكري وهو ليس ثوري، وبالتالي منطق يعني أن يذهب أبعد من باب السفارة غير مطروح. إلى متى سيبقى السفير هناك وكيف سيتم إخراجه من النيجر برأيك؟ هذه مسائل ربما تجيب عليها السلطات الرسمية الفرنسية في إطار تعاملاتها مع المجلس العسكري، على اعتبار أن هناك سوء تقدير كان، هذا سوء التقدير الذي استمر لطيلة فترة زمنية يعني محددة، هي ما جعل اليوم علاقة الاحتقان تزيد بين فرنسا وكثير من الدول الإفريقية، وهو يعني ما وضعها في هذا، دعينا نسميه هذا المأزق. وبالتالي اليوم ربما إصرار المجلس العسكري على انسحاب السفير الفرنسي، أعتقد أنه يحرج فرنسا ويضعها يعني ربما وبالتالي لا يمكن أن نخشى أن يحدث يعني موقف دبلوماسي كما حصل في إيران سابقا. أستاذ، ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك بعد قليل، ولكن في ملف الجابون. أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي تعليق عضوية الجابون فورا حتى إعادة النظام الدستوري في البلاد بعد الانقلاب الأخير. وعقب اجتماع المجلس قرر الاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة الجابون في جميع أنشطته وأجهزته ومؤسساته لحين عودة النظام الدستوري. ودان بيان المجلس بشدة الانقلاب العسكري واستيلاء الجيش على السلطة والإطاحة بالرئيس علي بونكو. وقبل ذلك مشاهدينا، أعلن الجيش بأنه سيقيم مراسم تنصيب قائد الانقلاب الجديد بغيث نجيما رئيسا انتقاليا الاثنين أمام المحكمة الدستورية. وقال الجيش بأنه سيحترم التزاماته الداخلية والخارجية كافة بعد الانقلاب، مشيرا إلى أن الجنرال نجيما قرر أيضا إنشاء مؤسسات انتقالية على مراحل من دون أن يحدد الفترة الزمنية التي سيستغرقها ذلك. بدورها طالبت المعارضة في الجابون الانقلابيين بالاعتراف بفوز في الانتخابات وإنهاء فرز بطاقات الاقتراع والاعتراف بفوز المرشح، كما دعت المعارضة أيضا المجلس العسكري للحوار بهدف تقييم الوضع في إطار وطني ومسؤول وإيجاد الحل الأفضل للمضي قدما، مطالبة أيضا المجلس العسكري بالتحلي بالمسؤولية.
وفي ردود الفعل عبر الاتحاد الأوروبي عن رفضه الاستيلاء على السلطة بالقوة في الجابون، ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس. وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى أن الحلول في الجابون يجب أن تحترم سيادة القانون والنظام الدستوري والديمقراطية. الموقف الغربي مشاهدينا في التعامل مع الانقلاب في الجابون يبدو أنه أخف حدة من ما حصل من استيلاء على السلطة في النيجر. فمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل رفض مقارنة ما حصل بالجابون بالوضع في النيجر. بوريل أكد أيضا على الموقف الغربي المختلف، تحدث عن وساطة أوروبية دبلوماسية لحل أزمة الجابون. بوريل شدد أيضا على أنه ليس هناك خطط أوروبية لإجلاء مواطنيها من الجابون كما حدث في النيجر عقب انقلاب 26 يوليو والذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، مفضلا التريث في التعامل مع الوضع في الجابون. أعود مجددا مشاهدينا إلى ضيفي من الجزائر الدكتور سليمان أعراج، أستاذ العلوم السياسية. دكتور، أيضا يعني مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل شدد علانية على أنه لا ينبغي مقارنة الانقلاب العسكري في الجابون بانقلاب النيجر، مشددا إلى أن العسكريين في ليبغوفيل تدخلوا بعدما سرقت الانتخابات، في إشارة طبعا هنا إلى تزوير عمر بونغو لنتائج الانتخابات الذي أعلن فوزه من خلالها بولاية ثالثة قبل أن يتدخل الجيش ويعزل بونغو. دكتور، يعني هنا السؤال الأساسي بهذا الموضوع، موقف الاتحاد الأوروبي والموقف الفرنسي بشكل خاص مغاير تماما لما حصل في النيجر، هل هذا بسبب اختلاف شكل الانقلاب وقرب العسكريين الجابونيين من فرنسا؟ لا أعتقد ذلك، بقدر ما أعتقد أنه اختلاف المصالح و ربما القلق الذي يشعر به الأوروبيون حول مصالحهم في النيجر هو أكبر من القلق في الجابون، على اعتبار ربما أن ما حصل في الجابون ربما هو إلى غاية الآن يصب ويتماشى مع المصالح الغربية والأوروبية بالخصوص. أما بالنسبة للنيجر فهناك حسابات أخرى جعلت حدة الموقف تعكس حدة الخوف الذي ينتاب الأوروبيين للأسف حول مصالحهم، لأنه الازدواجية في التعامل اليوم كيف يعني نفسر هنا انقلاب عسكري وهنا انقلاب عسكري، يعني ما هو الفرق إذا ما تحدثنا بلغة علم السياسة وإذا ما تكلمنا بلغة القانون الدولي و بمختلف هنا نتحدث بلغة المصالح السياسية. دكتور، في تصريحات للعربية أوضح المتحدث باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية بأن لا يوجد أي خطر على الفرنسيين عموما والعسكريين منهم في الجابون، دعنا نستمع إليه لو سمحت. في الجابون لدينا حوالي 400 جندي وهم ملتزمون ضمن شراكة ليس فقط مع الجابون بل أيضا مع الدول المجاورة لها. اتخذت إجراءات احترازية الليلة الماضية وهذا أمر طبيعي، مع أنه لا يوجد على الإطلاق أي تهديد ضد العسكريين الفرنسيين أو ضد الفرنسيين عموما في الجابون. أستاذ، بعد ما سمعت بهذا التصريح، هل هذا تأكيد على أن لا وجود يعني أن لا خطر على الوجود الفرنسي في الجابون؟ هل هناك ضمانات لعدم حصول العكس في المستقبل، خصوصا أن النموذج نفسه يعني في أفريقيا للفرنسا؟ أعتقد أنه ما هو مضمون بالنسبة للفرنسيين ولأوروبا ككل هي أنه مصالحها على ما يبدو أنها مصونة ومضبوطة وأن هناك ضمانات قدمت لهم أو على الأقل اتفاق مسبق يعني عرفته يعني هذه الدول أو أقامته هذه الدول مع القوات العسكرية التي قامت بالانقلاب، على عكس ما حصل في النيجر الخوف الأوروبي وعدم حصولهم على ضمانات وتخوفهم ربما على مصالحهم هو الذي جعلهم يشنون تلك ويلوحون بالعقوبات الاقتصادية ومحاولة الضغط على المجلس العسكري في النيجر. أود أن أشير إلى أن هناك ازدواجية يعني سيئة المظهر
والوجود تمارسها اليوم للأسف السياسة السياسة الغربية والأوروبية بالخصوص والفرنسية بشكل وهي اليوم يعني تكرس قناعة عند الشارع النيجيري بما طالب فيه وما تحدث عنه منذ البداية. شكرا لك دكتور سليمان أعراج أستاذ العلوم السياسية على هذه المشاركة. التاسعة مستمرة مشاهدينا وفيها بعد قليل. محكمة واشنطن تحمل المحامي السابق لترامب مسؤولية التشهير بعاملين على الانتخابات. ولدينا أيضا القضاء في بغداد يحكم بالمؤبد على 4 عراقيين وإيراني متهمين باغتيال مواطن أمريكي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. دفع الرئيس الأمريكي السابق ترامب بأنه غير مذنب في قضية التدخل في انتخابات مقاطعة فالتون بولاية جورجيا وفقا لإيداع جديد للمحكمة. وكان من المقرر أن يتم استدعاء ترامب شخصيا يوم الأربعاء، لكن قانون جورجيا يسمح للمتهمين الجنائيين بالتنازل عن مثولهم شخصيا وتقديم التماس رسمي من خلال إيداعات المحكمة. ويذكر أن هذه المرة الرابعة التي يدفع فيها ترامب بأنه غير مذنب في التهم الجنائية منذ ترك الرئاسة. مشاهدينا بهذا الموضوع أيضا نتابع هذا العاجل الذي ظهر على الشاشة. ترامب يقول ويطالب بفصل قضيته بشأن عرقلة نتائج الانتخابات في جورجيا عن المتهمين الآخرين. إذن كان هذا آخر ما تحدث عنه ترامب بموضوع قضيته. أيضا أصدر القاضي في محكمة واشنطن الفيدرالية بيريل هاول باعتبار رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي السابق ترامب مسؤولا عن نشر بيانات كاذبة في انتخابات جورجيا لعام 2020، ما يعني بأن جولياني سيتعين عليه دفع تعويضات تحددها المحكمة لتشهيره باثنين من العاملين على الانتخابات، وسيواجه جولياني محاكمة مدنية في العاصمة واشنطن. سكون سياسي يصيب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ميتش ماكونيل بعد سؤال من قبل صحفي عما إذا كان يرغب بالترشح مجددا لانتخابات مجلس الشيوخ عام 2026. حالة تجمد ماكونيل لثوان معدودة أثارت قلق الجمهوريين وسط مطالب من الديمقراطيين بتحديد فترة ولاية ماكونيل. فلنتابع التقرير التالي. هكذا بدأ زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل متجمداً غير قادر على الكلام لعشرين ثانية، إلى أن تدخلت مرافقته وكررت السؤال عليه وحثته على الإكمال، لكنه بقي صامتاً في المؤتمر الصحفي بولاية كنتاكي. متحدث باسم ماكونيل قال إن السناتور الثمانيني شعر بالدوار للحظات وتوقف مؤقتاً، وقال أحد مساعديه إن ماكونيل سيستشير طبيباً قبل حديثه التالي كإجراء احترازي وفق سي بي أس نيوز الأمريكية. الفارق بين الحادثتين أقل من شهر، والرابط بينهما هو عجز ماكونيل عن الكلام. في أواخر يوليو عجز السناتور عن الكلام فجأة لحوالي 15 ثانية خلال مؤتمر صحفي قبل أن يقوده مساعدوه وزملاؤه في مجلس الشيوخ بعيداً. تأتي حادثة يوليو بعد أشهر فقط من إصابة ماكونيل بارتجاج في المخ عندما تعثر في فندق بالعاصمة واشنطن وتم إدخاله المستشفى للعلاج. موجة من القلق على صحة ماكونيل من قبل الجمهوريين بمجلس الشيوخ، والرئيس الأمريكي جو بايدن سيطمئن عليه رغم الخلافات السياسية بينهما وفق قوله. في المقابل طالب ديمقراطيون بتحديد فترة ولاية ماكونيل في الكونغرس والمحكمة العليا بعد حوادثه الصحية، حتى إن مساعداً للرئيس السابق بيل كلينتون قال إن إبقاء ماكونيل في منصبه في سن 81 عاماً يعد إساءة معاملة للمسنين مطالباً بتقاعده. رشخيات العربية. أفاد مشاهدينا مراسل العربية بأن السعودية لبت نداء استغاثة من سفينة تحمل علم إيران في البحر الأحمر بعد تعريض أحد أفراد طاقمها من الجنسية الإيرانية إلى إصابة تستوجب نقله إلى المستشفى لإكمال علاجه.
إلى سوريا، حيث جدد الرئيس السوري بشار الأسد التأكيد على أن انسحاب القوات التركية من بلاده شرط لا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة، وذلك بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. الموقف السوري الصارم تجاه مطلبه مقابله أيضا تشدد تركي، وهنا جدد وزير الخارجية التركي في وقت سابق على موقف بلاده الثابت، والذي يعتبر الوجود العسكري على الأراضي السورية ضروريا لمكافحة الإرهاب. وهذا الكلام أكده أيضا مرارا وتكرارا الرئيس التركي أردوغان، الذي شدد على أن وجود قوات تركية في سوريا هدفه الوحيد محاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدد حدود بلاده وأمنها، ويقصد هنا المقاتلين الأكراد طبعا. تجدر الإشارة إلى أن روسيا ترعى مفاوضات لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، تشارك فيها إيران أيضا، وعقد في إطارها سلسلة محادثات على مستوى الاستخبارات ثم على مستوى وزراء الدفاع وصولا إلى اجتماع وزراء الخارجية في موسكو، ولكن هذه المفاوضات دخلت بخمول ولم تشهد أي تقدم منذ أشهر. ينضم إلينا مشاهدينا من إسطنبول جواد جوك المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ جواد. أستاذ جواد، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان قد أكد بأن طهران طالبت خلال وساطتها بين أنقرة ودمشق بمغادرة القوات التركية والأمريكية من الأراضي السورية وبسط سيطرة الحكومة السورية على كامل الجغرافيا. طبعا يعني هذا التصريح ليس بجديد على الموقف الإيراني، الذي لطالما اختلف بخلفية مصالحه في سوريا عن الموقف السوري. كيف سينعكس هذا الموقف اليوم تشددا في الموقف السوري بعد جمود المساعي الروسية؟ تحية لك ولمشاهدينا الكرام. طبعا هذا المقترح التي يقترحها الجانب السوري والإيرانيين، تركيا تقول أنه غير واقعي، يعني يستعجلون بهذا الشرط، لكن هناك أمور أخرى لابد أن نطرح ونتفاوض فيما بيننا. قضية الأمن مثلا، أمن الحدود وأمن القوم التركي، وأيضا قضية اللاجئين، هناك أولويات مثلا تبادل السفراء وغير ذلك. لكن الجانب السوري تأتي بمقترح يعني قاسية جدا بالنسبة إلى تركيا، وتركيا تقول أنه غير واقعي. هنا نعرف أنه الخلل موجود بين الجانبين، ولم يتنازلوا عن الإحساسيات بصراحة، وقرار وعزم لا يوجد الآن لحل المشاكل بين البلدين. نفتهم أنه ملفات العالقة موجودة، ملفات كثيرة، ولا يبدو حلا لحد الآن. جمود هذا الملف قبله أستاذ تصريح لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي قال بأنه ناقش مع نظيره التركي هاكان فيدان ملف عودة العلاقات بين سوريا وتركيا. وهنا أشار لافروف إلى أنه تم طرح خطوات جديدة لمساعدة الدولتين لعودة العلاقات، فلنستمع لما قالوا. ناقشنا بالتفصيل المشاكل في الإقليم وفي منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا والقوقاز والبحر الأسود، وتحدثنا أيضا حول القضايا الماثلة أمامنا في تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. على سبيل المثال، ناقشت هذه القضية في لقاءة أستانا في يوليو الماضي، وناقشنا اليوم خطوات جديدة لمساعدتهما على عودة العلاقات. أستاذ جواد، يعني بعدما سعت روسيا بالفترة الماضية لرعاية انسحاب على مراحل بشروط سورية تركية، هل موقف المتشدد اليوم السوري انعكاس لمسار التقارب المتعثر مع النظام وتوتر العلاقات نسبيا بين أنقرة وموسكو؟ نعم، التوتر موجود الآن. تركيا يعني أخذت مسارها إلى دول الغربية بدلا من روسيا، يعني في حل المشاكل في المنطقة بشكل عام. بصراحة هنا الطريق الوحيد أن يكون الانسحاب في خارطة الطريق، وعبر مراحل وعبر المفاوضات وخطة واسعة جدا، لأن تركيا عندها قلق من قوات قسط وحزب العمال الكردستاني الإرهابي وغير ذلك. لكن الحكومة السورية، الجانب السوري يرى أنه فورا لابد أن ينسحبون من هناك، لابد أن يكونون عقلانية وبحكمة.
بصراحة الآن أغلقت الأبواب بهذه التصريحات، لكن أنا أظن أن البلدان لا يتحملان أكثر توتر. المنطقة بحاجة إلى تهدئة وعودة العلاقات، تبادل السفراء، خط الطريق، خارطة الطريق لعودة اللاجئين، لأن قضية اللاجئين هنا باتت مشكلة كبيرة جدا. أيضا الجانب التركي، إذا تريد تركيا أن تحل مشكلة اللاجئين لابد أن يتواصل وينسق مع الجانب السوري، ولهذا السبب القضية صارت مربكة شيئا ما في هذه الأيام. نعم. شكرا لك أستاذ جمال جواد جوك على هذه المداخلة. تواصلت المظاهرات في السويداء السورية احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد مع استمرار حالة الإضراب في المحافظة، كما رفع متظاهرون شعارات تطالب بتغييرات سياسية في دمشق. إلى العراق، حيث أصدر القضاء العراقي حكما بالمؤبد على 4 عراقيين وإيراني يدعى محمد علي رضا، متهمين باغتيال المواطن الأمريكي ستيفن ترول في مدينة الكرادة وسط العاصمة بغداد بتاريخ 7 نوفمبر العام الماضي. يذكر بأن ترول قتل بينما كان يقود السيارة برفقة عائلته التي رافقته في عمله في العاصمة العراقية. لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية ننضم إلينا مشاهدينا من بغداد مراسل العربية سامر الكبيسي. سامر، يعني هل نشرت أسماء المتهمين؟ هل هناك أي تفاصيل إضافية بهذا الحكم بعد يعني سنوات من حصول هذه القضية؟ فعلا القضية ربما لم تتجاوز العام الواحد، لكنها بدأت مع بداية تسنم محمد شياع السوداني رئاسة الوزراء في العام الماضي. كان هناك عملية قتل لمواطن أمريكي في منطقة الكرادة. وزارة الداخلية ربما هي الوحيدة التي علقت على هذا الموضوع وأكدت أن هذه المجموعة تم اعتقال 5 أشخاص منهم وحتى محاكمتهم من قبل القضاء العراقي. 4 منهم يحملون الجنسية العراقية وشخص واحد يحمل الجنسية الإيرانية، إضافة إلى وجود 4 متهمين آخرين ما زالوا طلقاء حتى الساعة. تعمل استخبارات الداخلية المسؤولة عن هذا الموضوع لاعتقالهم وملاحقتهم، هذا بحسب بيان وزارة الداخلية العراقية. أيضا سامر، يعني بموازاة هذا، هل هناك أي معلومات أو أي تعليق من قبل عائلة الضحية؟ ويعني هل هناك طلبات بتعويض مالي، خصوصا أن يعني بقضايا مشابهة يكون هناك طلبات بتعويض مالي؟ حتى الساعة لا يوجد أي تعليق من قبل الجانب الأمريكي. ربما السفارة الأمريكية المعني الأول هنا في العراق، حتى الساعة لم تصدر السفيرة الأمريكية أي بيان أو تغريدة حول هذا الخصوص، إضافة إلى عدم وجود بيان من وزارة الخارجية الأمريكية. لكن بحسب المصادر في الساعات المقبلة ربما سيكون هناك بيان من قبل السفيرة الأمريكية. بحسب ما تواصلنا معهم من السفارة الأمريكية ربما سيكون هناك تعليق من قبل السفيرة أو حتى من قبل وزارة الخارجية الأمريكية. إلى هذه اللحظة لا يوجد تعليق من الجانب الأمريكي أو حتى من قبل الجانب الإيراني. لكن فيما يخص العراق، يعني وزارة الداخلية أكدت ما ذهبت إليه العربية والحدث بوجود محاكمة لمجموعة قتلت المواطن الأمريكي الذي يعمل في العراق. بالتالي هناك إجراءات أخرى ربما ستكون مستقبلا في ملاحقة ما تبقى من هذه المجموعة، وهم 4 أفراد بحسب وزارة الداخلية العراقية. شكرا لك مراسل العربية من بغداد سامر الكبيسي على هذه الرسالة. شكرا مشاهدينا، التاسعة مستمرة وفيها بعد قليل. نحن في رحلة استغرقت حوالي ساعة خلف ضباط المسؤولين عن مركز الإسعاف واستقرار الحالة للجنود العربية في مركز لجرح الحرب بجبهة بخموت شرقي أوكرانيا. ولدينا أيضا العاصفة إيداليا تضرب 3 ولايات أمريكية وفلوريدا تحصل أضرار. أهلا بكم من جديد. صوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح تمديد مهمة حفظ السلام في لبنان لمدة عام آخر. اتفاق مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة جاء بعد التوصل إلى حل وسط بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن صياغة تتعلق بحرية حركة قوات الأمم المتحدة. ووافق الأعضاء 13 في مجلس الأمن على مشروع القرار الفرنسي، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
نفذت كوريا الشمالية محاكاة لضربة نووية اتبعت فيها سياسة الأرض المحروقة وكأنها تستهدف مواقع حيوية في كوريا الجنوبية وتحتلها. واقفاً أمام خطة الحرب، رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون يعلن ساعة الصفر وينفذ جيشه فوراً أوامر محاكاة لضربة نووية على جارته الجنوبية، متبع فيها سياسة الأرض المحروقة وكأنها حرب واقعية. وإن كانت محاكاة لكنها أعادت صوراً لا تزال محفورة في الذاكرة. هيروشيما اليابان 78 عاماً على أول قنبلة ذرية، فاليابان لا تزال تقرع أجراس الذكرى لمن لا قبور لهم. هذا العام أطلقت كوريا الشمالية الصواريخ بشكل متكرر. هذا النوع من الأعمال لا يؤثر على اليابان فحسب، بل يهدد أيضاً السلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق. أصوات دبابات مناورة جارتها كوريا الجنوبية وحليفتها واشنطن أثار الجنون بيونغ يانغ بسيناريو خطير، سيناريو لضربات نووية على مواقع حيوية في سيول ثم اجتياح أراضيها واحتلالها. وفيما تلتهب شبه الجزيرة الكورية بالتدريبات، ونشرت القوات الأمريكية قاذفات قنابل B1، أطلقت ومن دون تردد بيونغ يانغ صاروخين باليستيين. إدانات دولية واسعة للمناورة النووية، لكنها ليست غريبة على بلد حذرت سلطاته الشعب من وقوع صور كيم إذا تجرأت العواصف وأسقطتها. وحول مصير قوات فاغنر في مينسك، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن مطالب بولندا ودول البلطيق بسحب قوات فاغنر من البلاد لا أساس لها من الصحة وتتسم بالغباء على حد قوله. لا في بولندا وليتوانيا ولا في دول البلطيق الأخرى ينبغي أن يكون هناك مقاتل أجنبي واحد. إذا كان الأمر كذلك فسيحق لهم بتقديم ادعاءات ضدنا فيما يتعلق بوجود أفراد خدمة من بلدان أخرى هنا. حاليا هذه مطالب غبية ولا أساس لها. هذا وأظهرت مشاهدينا الصور قيام عدد من المشيعين بوضع أكاليل من الزهور على قبر ديمتري أوتكين مؤسس مجموعة فاغنر، وللتذكير بأن أوتكين أدار عمليات فاغنر وكان من قدامى المحاربين في المخابرات العسكرية الروسية وتحديدا في شعبة الاستخبارات العسكرية. أطلقت روسيا التصويت المبكر في أراضي أوكرانية تسيطر عليها، وذلك في إطار انتخابات ستنظم في العديد من المناطق الروسية بحسب وكالة تاس الرسمية للأنباء. وتجرى الانتخابات التي نددت بها أوكرانيا في هذه المناطق في 10 سبتمبر في دونياسك وزابوريجيا، اعتبارا من 2 سبتمبر في خيرسون ولوغاسك، والغرض منها تعيين نواب إقليميين ومسؤولين منتخبين في البلديات. تمكنت كاميرا العربية من الدخول إلى أهم مركز طبي عسكري في دونياسك، والذي أطلق عليه مركز استقرار الحالة، وهو مركز يهدف إلى إنقاذ حياة الجنود الأوكرانيين المصابين المنقولين من خط النار مباشرة. انطلقنا في رحلة استغرقت حوالي ساعة خلف الضباط المسؤولين عن مركز الإسعاف واستقرار الحالة للجنود المصابين في الجبهة. المركز يبعد بضعة كيلومترات عن خط النار. عندما وصلنا إلى المركز كان الوضع هادئاً، استقبلنا الأطباء وبدأوا يشرحون لنا أهمية هذا المركز. هذا من أقوى المراكز في هذا الاتجاه، تم إنشاؤه كتجربة ونجحت. هذه المراكز ستفتح الآن في جميع الاتجاهات. سرعان ما تغير الوضع هنا وبدأ المصابون في الوصول من خطوط النار، وبدأ الأطباء العمل على استقرار حالتهم. كيف تتنفس؟ بخير. متى أصبت؟ حوالي الساعة 9:30. أعطني مضادا حيويا. إني أتألم. اهدأ، أنا هنا،
فلتواصل الحديث إليه. حالته مستقرة، جروح متعددة بسبب الشظايا. هنا فعلنا كل شيء، سيذهب الآن إلى المستشفى ليواصل علاجه هناك. أنا لست في حالة حرب، أنا أدافع عن بلدي وأرضي، لم أذهب إلى أحد لأحاربه في أرضه. على الرغم من أن الأجواء هنا متوترة ويسودها القلق والخوف، الخوف على حياة جنود ينقلون إلى هنا في حالات حرجة، إلا أن الأطباء يقولون أن إنقاذ حياة الجنود والرسوم التي يرسلها الأطفال إليهم تخفف عنهم ما يعيشونه. هذه الرسوم تسعدني جدا، أنا لدي ابنة عمرها 18 عاما ترسم أيضا. نحتفظ بكافة الرسومات هنا. بالطبع، الأطفال هم كل شيء لدينا، كلهم مفضلين لدي، نحن لا نختار. يهدف المركز إلى إنقاذ حياة الجندي المصاب والعمل على استقرار حالته ثم نقله إلى المستشفى لإجراء الجراحة المطلوبة، إلا أنه قادر كذلك على الكشف على المرضى من الجنود والتشخيص الأولي من قبل الأطباء الموجودين هنا. هذا الجندي تم نقله مصاباً من الجبهة، وعمل الأطباء هنا على تطبيب جراحه واستقرار حالته في مركز استقرار الحالة الخاص بالقوات المسلحة الأوكرانية. هذه مشاهد حصرية لقناتي العربية والحدث. ضيف عادل من جبهة دونيسك. من جديد، إيلون ماسك يبارز مارك زوكربيرغ على أرضه الافتراضية، وهذه المرة عبر إطلاق خاصية الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق أكس لمنافسة برامج مجموعة ميتا الشهيرة. نتحدث هنا عن فيسبوك وماسنجر وواتساب. هذه الخدمة ستنطلق قريبا وفق ما قاله ماسك من دون أن يذكر الموعد المحتمل لإطلاقها، ولكن ماسك أوضح بأنها ستعمل على أنظمة iOS وأندرويد وحتى ماك الكمبيوتر الشخصي، والأهم من دون الحاجة إلى الكشف عن رقم الهاتف. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان رائد سمور، خبير التكنولوجيا التقني. أستاذ، يعني اليوم منافسة زوكربيرغ وثريد وسط كل التقارير عن التشكيك بقدرة واتساب على حماية الخصوصية، خصوصية المستخدمين والخروقات للبيانات، هل ممكن أن تسهل مهمة ترامب، مهمة ماسك عفوا؟ لا أعتقد ذلك. أنا يعني هي نوع من أنواع المنافسة ما بين المنصات. الآن كانت المنافسة محتدمة في حلبة مصارعة كان من الممكن أن تكون لكمات ما بين مارك وما بين إيلون ماسك، لكن الحمد لله عادت المنافسة إلى الحالة الرقمية والتقنية، وبالتالي يعني هذه لمصلحة المستخدمين. التنافس الرقمي بمثل هذه الحالة هو لمصلحة المستخدم بالنهاية، بالتالي تسهيل وتيسير الأمور على المستخدم بعملية الاتصال، إن كانت على مستوى صوتي وإن كانت على مستوى مرئي. فلا، أنا أعتقد أنها خطوة إيجابية مش سلبية على الإطلاق. وموضوع يعني الموضوع ما يوجه إلى شركة ميتا واختراق الخصوصية وعملية، نعم هي وصلت التطوير وحالة التطوير، نعم، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي الحقيقة بالـ AI إلى مرحلة متطورة جدا. طيب، مع شركة ميتا وصل إلى مراحل متقدمة جدا. متقدمة جدا. ماسك ألمح أكثر من مرة إلى نيته إدخال تغييرات كبرى على ألعاب على المنصة، طبعا أتحدث هنا عن أكس، لجعلها منصة شاملة تتضمن ألعاب فيديو، محادثات، خدمات مصرفية، بيع وشراء وغيرها، حتى يصبح أكس تطبيق كل شيء على الإطلاق وفق تعبير طبعا ماسك. أستاذ، اليوم تطبيق لكل شيء من المراسلة إلى الخدمات المالية وغيرها كما ذكرنا، على غرار برامج ويتشات الصينية والبرنامج الكوري، هل يمكن تحقيقه أو بدون عقبات؟ لا طبعا ممكن جدا تحقيقه على أن يكون، ومن الممكن أيضا يفاجئنا خلال الأيام القليلة القادمة بعملة رقمية خاصة بمنصة إكس. عمليا هذا أمر المحاكاة لتطبيق ويتشات الصيني. أنا أعتقد أنه قائم الآن حتى على مستوى شركة ميتا تحاول أن تكون بمثل ويتشات الصيني، يعني في سيميوليشن لويتشات الصيني من خلال إن كان على مستوى شركة ميتا
ميتا وإن كان على مستوى شركة إيلون ماسك اللي هو منصة إكس. فعمليا تقنيا متاح جدا. نعم. شخص يمتلك مليارات، يمتلك البنية التحتية، يمتلك كل شيء، وبالتالي ما يمنعه من تحقيق هذه الميزات في منصة إكس. لا يوجد شيء يمنعه من هذا التطوير. وبالتالي نتحدث عن جمع كل وسائل التواصل بمنصة واحدة. شكرا لك من عمان رائد سمور خبير التكنولوجيا والتقنية على هذه المداخلة. بدأت فلوريدا تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي تسبب بها أعصار إيداليا بعدما أغرقت العاصفة القوية المناطق الساحلية وأدت إلى انقطاع الطاقة عن الآلاف فيما تتحرك باتجاه ساحل الولايات المتحدة جنوب الشرقي حاملة معها المزيد من الأمطار. وبعدما مرت من ولاية فلوريدا ضربت العاصفة إيداليا جورجيا المجاورة وتراجعت إلى عاصفة مدارية بعدما أغرقت المنطقة بأمطار. وصل ارتفاع هذه الأمطار إلى 25 سنتيمترا وأدت إلى فيضانات خطيرة في المنطقة الساحلية. إلى الحرائق، ولمكافحة الحرائق المشتعلة منذ قرابة أسبوعين أعلنت الحكومة اليونانية بأنها أطلقت طائرات مسيرة وتستخدم مجسمات لدرجات الحرارة في الغابات لتحسين الجهود الوقائية لمكافحة الحرائق بعد انتقادات من نشطاء بيئيين. وقالت الحكومة بأن عوامل الطقس الحار المصحوب بالرياح ساهم بتأجيج الحرائق أكثر مما أجبر السلطات على إجلاء الآلاف من منازلهم. وصل ما يقارب 140 مهاجرا جدد إلى جزر بحر إيجي اليونانية على متن قوارب من تركيا. بين هؤلاء أكثر من 50 شخصا وصلوا إلى منتجع في المدينة وفق بيانات السلطات اليونانية. يأتي الوافدين الجدد في ظل ارتفاع ملحوظ في الهجرة إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعزوه المسؤولون في الغالب إلى تحسن ظروف الإبحار خلال فصل الصيف. وقعت حكومة طالبان 7 عقود تعدين خلال مؤتمر في العاصمة كابول مع شركات أفغانية وتركية وصينية بالإضافة إلى شركات إيرانية وبريطانية. ومن جانبه أوضح وزير البترول والمعادن في طالبان بأن القيمة الإجمالية للعقود الموقعة تجاوزت 6 مليارات دولار في مجالات استخراج الموارد والمعادن لمدة تتراوح بين 3 أعوام إلى 30 عاما. شهدت أمس سماء دول عربية عدة القمر البدر خلال هذا الشهر، أو كما يسمونه القمر الأزرق العملاق، في معظم أوقات الليل، حيث ارتفع فوق الأفق عند الغسق تقريبا وعند غروب الشمس عند الفجر في اليوم التالي أي الخميس. فما حقيقة مشاهدينا ألوان القمر هذه وما أصل هذه التسمية؟ فنتابع التقرير التالي. هل خرجتم لمشاهدة ظاهرة القمر الأزرق العملاق الذي ظهر في دول عربية عدة وقبله ب3 أشهر القمر الأحمر الدموي؟ ظواهر فلكية عدة أدت إلى تسمية القمر بهذه الألوان، فما حقيقتها؟ القمر الأزرق اصطلاح لا علاقة له باللون الفعلي للقمر، وإنما يحدث في ظل ظروف جوية معينة تزامناً مع حدوث 4 بدور في فصل واحد، وكان أمس في بدره الثاني، وقيل عنه عملاقاً لأنه كان في أقرب نقطة إلى الأرض في مداره. القمر الأحمر الدموي، بعض الحضارات القديمة ربطت ظهوره بوجود نوايا شريرة على الأرض، وبعضها اعتقد بأن فهدا شريرا يهاجم القمر ويحاول التهامه. القمر الأحمر ليس مصطلحا فلكيا رسميا،
تسميته ارتبطت بلونه أثناء الخسوف الكلي للقمر، عندما يصل جزء بسيط من ضوء الشمس إليه ليبدو أحمر متوهجا. كذلك القمر الأسود، فهو ليس مصطلحا فلكيا أيضا، وإنما لونه يرتبط بظهوره مع الشمس بخط الطول الإهليجي، ولا يكون مرئيا من الأرض، والنجوم المحيطة تبدو أكثر وضوحا في السماء فيبدو أسود. إذن ما هو اللون الحقيقي للقمر؟ العلماء يؤكدون أن باطن القمر يحتوي معادن تعطيه لونا يتراوح ما بين الأحمر إلى الأزرق الداكن، لكنه يبدو لنا رماديا بسبب الغبار، وورديا عند اكتمال القمر، وأبيض في مرحلة البدر. مع هذا الخبر أيضا شهدت سماء بريطانيا ظاهرة فلكية نادرة تسمى القمر العملاق الأزرق، وهي الحالة التي يصل عندها القمر إلى أقرب نقطة من الأرض، ما يجعله أكبر حجما من حجم الأرض. في الختام مشاهدينا تذكير بأبرز العناوين. المجلس العسكري أوكل للشرطة داخل النيجر مهمة اعتقال السفير الفرنسي. العربية بمحيط السفارة الفرنسية في نيامي، الجيش والشرطة على باب المقر، وسفير باريس يرفض الخروج تجنبا لاعتقاله. الاتحاد الافريقي يعلق مشاركة الجابون كليا حتى إعادة النظام الدستوري، وأوروبا ترفض المقارنة بالنيجر. ترامب يرد على اتهامه بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات في جورجيا، لست مذنبا وسأتقدم بطاعة. وفيما يبدو أنه تحد لفيسبوك، ماسك يعلن إضافة خاصية الاتصال الصوتي والمرئي عبر أكس. إلى هنا مشاهدينا أتي إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. Don't appear to have any windows broken on this side. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.